اساس يومين ثلاثه يعرفونا، وصارت لاربعة اشهر وما تركونا، وصاروا يعذبونا ويحققوا معنا، صاروا التعذيب اخر درجه، كنا ارهابيين. انا اسمي قهرمان من مدينة كوباني وساكن كوباني. رحنا على امتحانات صف تاسع على حلب ايام ما كانت دواعش مستلمة هون، ورحنا وبالطريق الرجعة رجعنا وصلنا على منبج مساكونة. احنا كنا 300 طالب بنات وشباب، مساكونة كلياتنا وبنات عافوهم ونحن مساكونة، وحطونا بهذا المدرسة سوولنا اياها سجن. كانوا يربطونا بالعارضة، يضربونا، يحطون علينا المي ويضربونا، يعذبونا تحت الشمس، زيارات ممنوعة لما يجي أهالينا، يضربونا، يطلعونا للطابق الثالث السطح ويضربونا قدام أهالينا مشان أهالينا يروحوا. كنا ما نقدر ناكل من كثرة التعذيب، ما كنا نقدر ناكل. يعني لما كانوا يجيبون لنا فروج مشوي كنا ما نقدر ناكل، لأنه نعرف إنه كان بدنا ناكل قتل، كانوا راح يعذبونا. قلت لواحد منهم قلت لهم بدي اروح على التواليت، افتحوا لي الباب ضروري، ما بقدر اسبور. طلعت فوق التواليت، رحت على الحيط وزطيت حالي، ما حسيت على رجلي، مكسور مو مكسور ما حسيت خالص.